نجوب في رحاب الأولين لنروي لكم فصولاً امتدت منذ 14 قرناً وما تزال عن إسهامات عظيمة بنت أساس العلم والفن وشكلت معالم تراثنا الإسلامي لتغير وجه العالم بأسره وتحفر تاريخاً مشرفاً إلى أبد الدهر. من الألواح الطينية مروراً بورق البردي حتى الكاغد الإسلامي، رحلة تاريخية تنقل بين ثناياها قصة عقول أسهمت في وجود الورق الذي بين أيدينا اليوم. قبل اكتشاف الورق، كتب البشر على الألواح الطينية والحجارة وعلى النباتات وجلود وعظام الحيوانات، ثم ظهر ورق البردي المصري في 1003 قبل الميلاد، وانتقل منها فيما بعد إلى اليونان فروما، واعتمد في عهد الدولة الأموية كمادة لتدوين معارفها. وعندما وصل الفتح الإسلامي إلى أواسط آسيا، اكتشف المسلمون الورق الصيني، وسرعان ما انتقل إلى الديار الإسلامية محدثاً ثورة جديدة في عالم الكتابة. أنشأ المسلمون في منتصف القرن الثامن الميلادي أول مصنع لإنتاج الورق بسمرقند، ثم انتقلت الصناعة إلى بلاد الشام فمصر فالأندلس، ومنها إلى أوروبا، ومهدت الطريق لثورة الطباعة. لقد خدم المسلمون البشرية خدمة عظيمة مثلت نقلة كبيرة في مجال النسخ والتأليف، كما ساهمت في نشاط الحركة العلمية والثقافية. ولم يكتفي المسلمون بإنتاجه، بل ظلوا يطورون من صناعته مستخدمين أدوات متعددة لتحسين جودته والحفاظ على متانته، وأنتجوا مئات الآلاف من الكتب العلمية والأدبية والدينية التي ازدانت بها مئات المكتبات العامة والخاصة. وأدى انتشار هذه المهنة إلى ازدهار مهن أخرى وإسهامها الكبير في تأسيس أول مصنع للورق بأوروبا خلال القرن الثالث عشر للميلاد. فاستفاد الخطاطون من مزايا الورق في كتابة ورسم الخطوط العربية، وأدخلوا الزخارف وفن التزيين والتجليد والتذهيب كعوامل تتضافر بمجملها لإنتاج مخطوطات عربية فريدة. تجاهل الغرب دور الحضارة الإسلامية، ولكن سيظل التاريخ شاهداً على المآثر التي حققها المسلمون، ليس لتاريخ الكتب الإسلامية فحسب، بل لعالم الكتب أجمعاً.